أهلا وسهلا فيكم أصدقائي، وما كنتوا عم تشوفونا اليوم وتابعونا اليوم معنا بضمن حلقاتنا وسلسلة نشاطات رابطة المبدعين في العالم وبالتعاون مع جريدة الوسيط الدولي. سيدة مكافحة وسيدة معروفة أنه وين ما كان في أي تحرك ونشاط ثقافي واجتماعي بتكون موجودة. سيدة أثبتت خلال الأعوام اللي رشحت وانتخبت فيها لعضو بلدية لافال كانت قد التحدي وقد المسؤولية اللي أوكلت إليها عضو في اتحاد أو بلدية كيبك على مستوى المقاطعة الكيبيكية، وليس فقط على مستوى مدينة لافال. هي سيدة من جذور وأصول لبنانية كندية الجنسية، السيدة ألين ديب. أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا اليوم، بنرحب بحضرتك وبتشكرك على وقتك اللي عطيتينا. هو تسلمي، أنا بشكرك مدام غادة، يعطيكي ألف عافية. وبداية يعني بشكرك على هالإنيسياتيف، هالمبادرة الحلوة، إنه عم بتفكروا باهتمامات مدينة لافال. وبحب من خلال كمان هالانترفيو أشكر كل القائمين على البلاتفورم، على شكرا شكرا اللي عم يشتغلوا كمان معك على الموقع. يعني شكرا الله يخليك، ميرسي. بالبداية حابين نتعرف على حضرتك أكثر من خلال عملك، إذا في مجال كم سنة، كيف بلشت، وشو الريسبونسابيليتي اللي يعني على عاتقك؟ ميرسي كثير على هالسؤال. أنا بلشت بال 2013 بإطار البلدية. كنت قبل بدومين الإدوكاسيون، أنا كمان معي باك بالإدوكاسيون وريسورس هيومان، جيستيون ريسورس هيومان. من 2013 بالبلدية 8 سنين، يعني اشتغلت بحب وبامتنان. بحب العالم، وهيدا الشيء اللي بخلي شخص بمجال بلدي انه يقدر كمان يتواصل مع ناس ويوصل الاهداف والتقدم من الناحيتين. فالي من 2013 استلمت عدة ملفات، لأنه هيدا تاني مانضة لإلي. نحنا 4 سنين ورجعنا انتخبنا 4 سنين تانيين. بالمانضة اللي ماضي كان الملف الإيميغراسيون، كل شيء إيميغراسيون، كان ملف كتير مهم، حبيته كتير واشتغلت بفخر فيه. هلأ حاليا عندي ملف الكولتور، كل شيء بيتعلق بالكولتور من جميعه، مسرح، رسم، موسيقى، كتابة، وملف الجنس يلي هلأ حاليا عم نعمل بلان داكسيون عم نشتغل عليه للمستقبل. أكيد عم نشوف كيف ممكن نقدر نأمن أول شيء السكيورتي للجن، وكل شيء ممكن يتأمن كحياة مستقبل من ناحية إنه في جراند بيبليوتيك رح تكون هلأ بالسانتر فيل عم تنعمل، رح تكون كتير مهمة للجنس. هذا هيك اختصار سريع سريع. كثير حلو. في عنا اليوم نحن بنعرف انه في استفتاء عم بيصير اونلاين بخصوص نعم الملف الثقافي. نعم نحن هلا حاليا من بعد البانديمي، لانه بتعرفي البانديمي اثرت شوي، اخرت نوعا ما مشاريع معينه. بس قبل ما احكي عن الاستفتاء اللي عم بيصير حاليا، نحن بوقت البانديمي البلديه ساعدت ودعمت المواطنين بعده طرق، منها من خلال مؤسسات كتير مهمه
بالبلد يعني بالبلدية، دعمتهم ماليا لحتى هن بدورهم كمان في أشخاص تأثرت معيشيا، يعني صحيح. شفناهم ويعني تأثرنا نحنا، فنحنا ساعدنا المؤسسات من خلال المؤسسات ساعدوا العالم اللي تأثرت ماليا ومعيشيا. صار في جلد التاكس، يعني التاكس 2020 2021 ما في اوغمانتاسيون، فامور كثيره نحن تبعناها. بالنسبه للاطفال، مؤسسات الاطفال توزع لهم مثل دتروس ادوكاتيف لحتى كمان يضلوا بحياتهم السوسيال شوي موجودين، ما يتأثروا بالبانديمي، لأنه صار في عزل اجتماعي، يعني أثر على الطفولة كمان. فهيدي هلأ عم نشتغل على أول فولي اللي صار، نعمل برمي كمان استفتاء، مش بس أو نيفو كولتوريل، قبل كولتوريل صار أو نيفو ايكونوميك، يعني المؤسسات التجارية، المؤسسات الكبيرة، نحكى معهم شاف شو اهتماماتهم ونحط جدول أعمال وريكومانداسيون لحتى اسمها رولانس ايكونوميك، لنساعدهم هلأ بالرولانس لحتى ترجع الأمور يعني لمجريها الطبيعي ويقدروا يرجعوا يقلعوا، لأنه أكيد مثل ما بنعرف هو الإيكونومي التجارة هي والإنماء هو كتير مهم، وهو عصب مهم يعني بالمدينة، إن كان من خلال الوظائف، من خلال السياحة وكل الأشياء. هلأ بإطار الكولتورال، يعني كمان مع ستيفان بويي، هيدي أنا بحب أقولها، عملت برمي مع ستيفان بويي اللي هو حالياً الشيف الجديد للموفمون لافالوا. كان هلا هو ماك ديمارس اللي توجور لو مير، بس عندنا هلا الشيف ستيفان بويي كي بده ياخذ يعني الريليف، هو الشيف الموجود وعم يشتغل شغل كثير يعني ريغورو وقوي. وأساسا عملت برمي معه مع المؤسسات الكولتورال وشفنا اهتماماتهم شو اللي تأثروا فيه، تأثروا كثير حاليا بهالمرحله هيدي. وكمان عملنا جدول وريكومانداسيون، بهمنا اكيد لانه الكولتور هي من اسس الحياه المورال يعني والسوسيال للعالم. فمن الاشياء اللي مقترحه انه كمان يكون في بروجرامات بالباركيت بمحلات معينه، يعني أكيد سولون لي مزور سانيتير بعدنا نحن بديكونفينمان، بس أكيد أشياء مدروسة كرمال نساعد المواطنين والبيرسون أجي، الأشخاص المسنين كمان، كرمال المورال والفولي الاجتماعي، يعني لحتى نساعدهم بهالإطار. هلأ من الأشياء الجديدة اللي بحب احكي عنها يعني وانشغلت فريمان صافي من 2018 عم ينشغل عليها، هي إعادة نظر بالريغلمان مونيسيبال، وعم بيكون في كونسلتاسيون بيبليك. أنا كتير يعني بشجع العالم يروحوا على السيت دو لا فيل ويتسجلوا، لما بيكون في كونسلتاسيون بيبليك فيهم يعطوا رأيهم أو يبعثوا دي كومنتير. بقى الكونسلتاسيون بيبليك تبعو للكود دوربانيست يعني عم يتغير هو للأحسن، لأنه هو له زمان وهلا عم بيتجدد. ففي كتير أمور مهمة ما فينا نحكي فيها بإطار يعني رانكونتر هيك. في واحد يعمل اون بريزنتاسيون باوربوينت ممكن بلوتار مع مجموعه معينه، بس مهم انه يطلعوا على السيت وبيقدروا ياخذوا كل المعلومات. بالنسبه للاستفتاء انه بفوتوا على السيت اونلاين عادي وبيعملوا بحطوا ارائهم،
بحطوا كل آراءهم حاجة اكزاكتومون، بتاعتهم. في كومنتير، وفي محلات فيهم يعملوا انسكريبسيون، يبوف اوكي سانسكريب، بيبعتوا لهم بيرجعوا ليان وبيقدروا يحضروا ويشوفوا اوكي ويطلعوا تمام. يعني عن الامور الجديده اللي عم تصير. وعلى كل الاحوال انا كمان بنصح كل العالم اللي عندهم اي سؤال، اي معلومه بحبوا يعرفوها، او حتى اي مشكله صغيره يعني، بيقدروا يدقوا على 311 على الفيل، وهن بيودون على سيرفيس معين او بيقدروا يجاوبون ديريكتومون. وبالنسبه للانسكريبسيون كمان بيقدروا يساعدون بهالموضوع. وبحب كتير اعطي معلومه مهمه يمكن مش كتير عالم بيعرفوها، هي سيرفيس 211. ال 211 هو سيرفيس بيعملوا ديسباتش لكتير اورجانيزم وسلون البزوان. يعني تنحسب انت في حدا عندك كبير بالعمر عنده بحاجة لسيرفيس معين، بدي إلى دو ان هن دغري بيوجهوك على الاسوسياسيون المعينة، وهن بيتصلوا فيك، والسيرفيس بعدة لغات. هذا حلو. الحلو. نعم يعني هلا في كتير ناس ارتبطت ال 211 بالكوفيد، يعني ما بيعرفوا انه لا في سيرفيس تاني لل 211، انه بياخدنا لل 211 على سيرفيس تاني لكتير وي اورجانيزم. 211 مش بس كوفيد، لا 211 هذا سيرفيس موجود دايم، حيالله مشكلة، حيالله سيرفيس بحاجة له معلومة معينة، دغري هن بيحولوكي، وكتير سريعين وإفيكاس يعني. المهم إنه نعم العالم يعرفوا بهالمواضيع. أكيد. كان عندنا ال 3 للفيل إذا في أي نعم سؤال أو أي صح استفسار، وعندنا ال 2 أي استفسار أو أي مساعدة أو أي احتياج بنتصل بال 2 لحتى يحولونا على المكان أو الجمعية اللي بترد على حاجاتنا. نعم اليوم كمان في قرارات جديدة بخصوص الاستاسيونمون للأبي نافال، نعم فينا نعرف نحن عنه؟ الاستاسيونمنت، نحن صار لنا فترة يعني عم نشتغل بجهد، وأخذ يعني بروسيدور أكيد طويلة، لأنه حيالله ريغلومون اصلا بالفيل بده في ايتابات بده يمرق فيها يعني لا نوصل لها. وسنه الماضي انعمل دي بروجي بيلوت، ست سيس بروجي بيلوت بكذا سيكتور ليشوفوا قد ايه رح ينجح، شو فعاليته، ف والسيستم اللي بدهم يستعملوه. فنحن من اهتماماتنا هو انه نحن نساعد المواطن، ومن الأشياء اللي المواطنين كان يعني الاستحصاء واللي حابينه إنه يكون في ألجمان بالستاسيونمان، صحيح. فراح راح يكون في استاسيونمان وين ما كان، ما عدا بأكيد في مناطق معينة أو ديرو معينة ما بتسمح إنه يكون في استاسيونمان دايم مسموح دايم. نعم لكمال الدينجمون يعني. القانون بيدخل بحيز التنفيذ حسب ما إذا فهمت صح، بمي، من أول مي لأوتون 2021. نحن الالترنانس هي من أفريل ل أكتوبر، بس هلا راح يكون الاستاسيونمان في ابوليسيون للاستاسيونمان يعني الترناتيف. اوكي فعلى كل الاحوال نحن باول السنه راح نرجع نعمل يعني لانسمان وانفورماسيون، نوضح اكزاكتومون للعالم كيف راح تصير يعني هيدا أكثر شيء والتكنيك. بتهم السكان أو المواطن الموجود بلافال أو حتى على جزيرة موريال، هي الاستاسيون مو، لأنه مظبوط أحيانا ما بنلاقي وبنقعد ربع ساعة لنفتش على استاسيون مو. كمان من الشغلات المهمة والضرورية كمان
دايما بحياتنا موجود، اللي هي الكونستركسيون، القانون الجديد كمان للبناء نعم. في مدينة لافال. هلا وين مش عارف، هو سيت ان سوجي كتير كتير لارج، بس انا بدي يعني وضح شغله انشغل عليها من 2015. هيدي صار في كمان اعاده ريفيزيون، يعني اعاده نظر للشيما دا ميناجمون، يعني كل الفيل وين الاماكن اللي كتير مهمة صارت بروتيجي، يعني في محلات كلها شجرية وهدول صاروا بروتيجي، ويا دي تيران اغريكول كمان صاروا بروتيجي. انشغل كتير على هالموضوع. الفيل كمان اشترت كتير أراضي تحميها ويضل فيها الثروة، الثروة بالعربي مش عم لاقي الكلمة او نيفو يعني الطبيعية فورستي الطبيعية. طبيعية، طبيعية اكزاكتومون. كمان بالشيما داميناجمون هلا اليان مع هلا الكود دوربانيسم صار بالخريطة معروف وين بحق انه يكون في بنايات عالية، 25 طابق، 12 طابق، 6 طوابق، في محلات معينة هيدا فيهم يطلعوا عليها. كمان في ماب موجودة بالسيت دو لا فيل، يعني اتنظمت بشكل حسب المناطق. أكيد هول بالسنتر فيل بنحكي إنه بيصير في مسموح عمار عالي، والسنتر فيل هي مترو وضواحيها يعني. بالنسبة لمشروع أو قانون السيكوريتي روتيار كمان بمدينة لافال، حضرتك إذا في مجال تعطينا معلومات حوله. أنا كتير بشكرك سيدة غادة على هالموضوع، على هالسؤال، لأنه هذا موضوع كتير مهم، أخذ كتير جهد منا، وهو من اهتماماتنا، من الأشياء البريوريتي يعني لإلنا، وأنا خاصة بالمنطقة اللي مسؤولة عنها. هلأ اتخذ قرار بالمدينة إنه يكون بيقولوا لهم مزور دابيزمان، هذا شيء ما كان موجود من قبل. نحن اشتغلنا عليه انه في محلات معينة ومناطق لازم يكون فيها المطبات او بوتو او يقربوا التروتوارات لحتى يحددوا الفيتاس، يعني ما يعود في سرعة بمحلات معينة. هلا اهم شيء اللي بلشنا فيه نحن كمدينة، هلا عم بينحط دودان المطبات قدام كل الباركات وقدام كل المدارس، هيدا شيء كتير كتير مهم. وحتى سيرفيس دو بوليس عم بيعمل بأول المدارس وحتى بأول الربيع مثل أوبراسيون، يعني لحتى سنسيبيليزاسيون للعالم إنه ما يسرعوا بهالمحلات المعينة. وكمان في شوارع فيها كتير مشاكل، أكيد بيعملوا ايفالواسيون، بيحطوا الافيشور دو فيتاس، وبيكون في بروسيسوس وبيرجع بيتقرر إذا بنحط المطبات أو غير أشياء. فهي من الأشياء اللي بحب أحكي عنها لأنه كتير مهمة، ما كانت موجودة وانشغل عليها فريمون بمثابرة، يعني لأنه السيكوريتي والشي كتير مهم لإلنا، يعني أكيد لأطفالنا نعم والمسنين كمان يعني على الطرقات. صحيح، لأنه معروفة كمان حتى الأطفال يعني أغلبيتها عائلات، يعني مظبوط فيها أطفال كتير، مظبوط فهذا مشروع كتير كتير حلو وكتير مهم. ونحن من يعني أول شيء بنقول نفتخر إنه عنا اكيب مثل وحضرتك موجودة يعني، واكيب عم بيشتغل من كل يعني من كل قلبه لتطوير مدينة لافال، وشفنا كتير في تطور فيها على نعم. كل المستويات، ونفتخر بوجودك تسلمي. وبعملك
ضمن هالفريق وضمن بلدية لافال، ومنفتخر بحضرتك كمسؤولة ملف الثقافي، واللي كمان عم بيصير في تطور موجود، ودائما بنعرف انه حضرتك موجوده وداعمه للجمعيات كمان، يعني نعم جمعيات الكوميونيتير. وي مظبوط، لانه هن من اهم من اسس الحياه، ان كان اجتماعيه ان كان ثقافيه كمان، كله متواصل ببعضه، فبيلعبوا دور كتير كتير مهم الجمعيات والمؤسسات. المهم هو في كتير اشياء حلوه وسيرفيس حلو، يعني خدمات حلوة، بس المهم هو نوصل هالمعلومة للعالم، للأشخاص، لأنه اللي عم شوفه بكتشفه، يعني عادة إنه في كتير أشخاص ما عندهم المعلومات عن مؤسسات بتساعد، عن مؤسسات ترفيهية، عن مؤسسات للولاد حتى، يعني بتعمل أكتيفيتي. وبالنسبة للموضوع الجان يعني والأطفال، كمان المدينة عملت مثل إحصاء عن الباركيت، غيرت كتير أميناجمان، يعني جو وهالقصص هيدي، وكمان في فيزيون، يعني في رؤية للمستقبل لحتى نطور كمان هالموضوع هيدا، لأنه هن مستقبل المدينة، وهيدا شيء كتير بهمنا. في كمان بروجرام اسمه فون دو لا بلاس دو سوفنير، هيدا الفون هو المصاري اللي وقتها فيانكور أخدون، رجعت استردتهم المدينة، انحطوا ببلاسما وعم يستعملوا المصاري، عم تستعمل لي ينعطى لمؤسسات بتهتم بالولاد، من خلال يعني تساعدهم او نيفو اكتيفيتي، ان كان اكتيفيتي رياضية او ثقافية او كل بس اكيد للمؤسسات اللي بتهتم بالاطفال بالأطفال. نعم. كثير حلو. كان كلمة أخيرة إذا بتحبي توجهيها. أنا بشكرك أول شيء encore une fois على الانترفيو، وبحب أقول للجميع إنه نحن كلنا سوا بنقدر نشتغل مع بعض لنعمل من المدينة أحلى مكان نقدر نعيش فيه ونتقدم فيه مع بعض بأفكارنا. نحن منساعد بعضنا، وأنا على طول على السمع وبالخدمة، تليفوني كمان بيبليك، أنا على طول بالخدمة، إذا في شيء يعني إن كان انفورماسيون إن كان شيء مساعدة، يعني نقدر نساعدهم فيها ضمن الإطار يعني المعقول، نحن على طول موجودين وبالخدمة. ميرسي كتير، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بنشوفكم بعد بغير مشاريع حلوة وأخبار حلوة لمدينة لافال. إن شاء الله. وأنا بحب أتوجه بالشكر الكبير لحضرتك لأنه أعطيتينا من وقتك اليوم، بالرغم من بعرف التزاماتك العديدة، تسلم. وبتشكرك وبنتمنى لك كل التوفيق وكل الدعم، والله يقويكي فعلا وتضلك بهالهمة والنشاط الدايم، ونحن بنقول لافال معكم أحلى، وإن شاء تسلم. الله لكان نتلاقى إن الله راد. خليكم معنا أصدقائي بلقاء جديد وحلقات جديدة مع شخصيات من موريال ولافال وكندا إلى العالم، وأنا بتمنى لكم أوقات سعيدة. شكرا وكل التوفيق لكم كمان بالبرنامج. شكرا. باي.